من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يعيد عليكم الأيام بالخير وأنتم في نعمة وبركة، وربنا يبارك فيكم ويبارك في كل ما تمتد إليه أيديكم بالبركات السماوية. وإحنا نحتفل اليوم بعيد تأسيس سر الإفخارستية، خميس العهد، عهدا جديدا يصنعه معنا ربنا يسوع المسيح. فالسيد المسيح في هذا اليوم صنع أمرين هامين جدا، وضع لنا علامة اجتماعية بها يرى الناس تلاميذه، والعلامة الأخرى اللي وضعها فينا أنه وضع فينا كيانا جديدا نحفظه إلى الأبد. العلامة اللي الناس ممكن ينظروها أنه وضع لنا مع علامة المحبة، وادانا هذه الصورة وقال كده: ليعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حبا بعضكم نحو بعض. والمسيح مش بس اتكلم كلمات ممكن تكون لها فلسفة عميقة داخل الإنسان، لكنه بالفعل صنع ما قال. وعلشان كده السيد المسيح كل كلماته اللي علمها لنا هو عملها هو نفسه، لم يطلب منا فقط مبادئ عالية، إنما هو صنعها لأنه هو يكون فينا ونحن فيه فنصنع ما صنع. وبالتالي هنا علامة المحبة التي وضعها المسيح لنا هي الميزة اللي يتميز بها أولاد الله. فإن لقيت نفسك في يوم من الأيام لا تحمل هذه العلامة في داخل قلبك، أي أن تحب الأعداء، تغفر للمسيئين إليك، تنحني لتغسل أرجل أحبائك، هنا في شكل هام جدا لكل إنسان أنه يراجع نفسه على هذه العلامة. هي علامة واضحة، وبالتالي المسيح صنع لنا هذه العلامة بنفسه أنه غسل أرجل تلاميذه قبل ما يبتدي يدينا العلامة الباقية: الخبز الذي به نحيا. وهو اتكلم عن خبز الحياة واتكلم على أنه هو خبز الحياة، أنه هو الخبز النازل من السماء، ليس كما أكل آباءكم المنة في البرية وماتوا، وقال لنا كده: من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد. وإيه هو جسده؟ قال لنا: جسد الذي أبذله عنكم وعن كثيرين. فالمسيح هنا بيضع لنا علامة أساسية أن جسد الرب ودمه هي علامة أساسية في الثبات فيه، هو الخبز الطبيعي والخبز الحقيقي الذي نأكله لنحيا به. ولنا كده: من يأكلني يحيا بي، أي أن هو حياتنا. فلا توجد حياة لمن لا يستطيع أن يستمتع بهذا الخبز الذي يعطيه المسيح الذي هو نفسه. عشان كده في تأسيس هذا السر العظيم المسيح نفسه قال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وزي ما كان المسيح عايش على الأرض فالناس شايفينه إنسان طبيعي بيلمسوه وبيشوفوه وبيعيشوا بيه ومعاه، لكن في نفس الوقت هو الله نفسه، يصنع المعجزات
ويشهد عن نفسه أنه هو والآب واحد، ويعطي علامات الألوهية واضحة فيه. فالناس كانوا يشوفوا المسيح إنسان بنفس الهيئة الإنسانية، ولكنهم في نفس الوقت له مفاعيل وفاعليات وقوة وسلطان الله نفسه. بنفس الصورة وبنفس المنطق وبنفس الطريقة نحن نرى على المذبح خبزا، يعني مش بنلاقي لحمة جوه، بنلاقي ايه؟ بنلاقي خبز. فخبز زي ما المسيح كان هو ايضا انسان، بنلمسه وبنشوفه، فبنشوف جسد المسيح خبزا، ولكنه فيه ايضا قوة الله الفاعلة في حياتنا اليومية، عمل روح الله القدوس فينا. ومادام هو قال لنا خذوا كلوا هذا هو جسدي، وقال لنا اشربوا هذا هو دمي، يبقى هذا الجسد وهذا الدم هو جسد حقيقي ودم حقيقي. ولانه جسد حقيقي ودم حقيقي بنتعامل معه بهذه الكرامة التي هي كرامة الله نفسه. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نشوف انه حينما نتقدم الى التناول من جسد الرب ودمه، زي ما قال لنا بولس الرسول، ان احنا بنفحص انفسنا هل لنا هذا الاستحقاق ولا لا. لما نيجي نشوف الاستحقاق الانساني انه يقترب حتى من هذه العطية العظيمة، لا يوجد انسان يستحق، لا يوجد إنسان في العالم مهما كان لا يستحق أن يقترب من هذه العطية العظيمة، إنما هي عطية بالنعمة ربنا بيديها لنا. بالنعمة يعني إيه؟ يعني دي موهبة إلهية بنعمة ربنا، ليس من خلال استحقاقات البشر، ولكن من خلال استحقاقات دم المسيح المصفوك على الصليب. وبالتالي هنا كل واحد مننا يشوف، طيب بهذه النعمة ايه دورك؟ لا يمكن ان تأتي الى هذا الحضور الالهي وانت غير مؤمن. فايمانك، ايمانك ان هذا هو جسد حقيقي ودم حقيقي نأكله لنحيا به، يعطى من اجل خلاص غفران خطايا كل إنسان، وحياة أبدية لمن يتناول منه. علشان كده احنا بنيجي في نهاية الاعتراف في القداس، وبنقف كده أبونا وبيرفع إيديه، والاعتراف الأخير يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا، حياة أبدية لمن يتناول منه، ويقول أؤمن أؤمن أؤمن، والشعب كله بيقول أؤمن. كل من يتقدم إلى جسد الرب ودمه يؤمن أن هذا دم حقيقي وجسد حقيقي. وده العلامة الطبيعية للحضور الإلهي في حياتنا. ولأنه جسد المسيح ودمه حاضرا معنا دائما في كنائسنا، هو امتداد للتجسد الإلهي، علامات الفداء، وبقيامته صارت لنا هذه النعمة باستمرار في حياتنا. بالتالي هو امتداد للتجسد، هو امتداد للحضور الإلهي في وسطنا، فبالتالي بنعطي هذا السر كرامة عظيمة. عشان كده كتير من الناس حينما يستهينوا بجسد الرب ودمه، والاستهانة هنا عدم الإيمان وعدم الاكتراث والتشكيك، لا يستحقوا أبدا أن يأكلوا منه، لأنه كيف تأكل منه لتحيا حياة أبدية وأنت غير مؤمن؟ عشان كده أول استعداد نأخذه لأنفسنا هو هذا الإيمان أنه جسد حقيقي ودم حقيقي، هو امتداد للتجسد، هو
هو امتداد للحضور الإلهي في وسطنا. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن. إذا كان المسيح حاضر في وسطنا وفي كياننا، يدينا بقى العلامة الأساسية اللي المفروض إحنا بقى بنشوفها، بيقول من يأكلني بيحيا بي، فهي علامة حياة. فهل حياتك مربوطة بالمسيح الذي تأكل جسده وتشرب دمه، أم أن حياتك منقسمة إلى قسمين، قسم منهم داخل الكنيسة وحينما تأتي لتأكل القربان تدخل كده وتتناول، ولا حياة متصلة؟ الجزء الثاني ممكن يبقى بره وتصنع ما تشاء. يثبت فيا وأنا فيه، من يأكل جسدي يثبت في المسيح. ثباتنا في المسيح معناه أن كل حياتنا هي امتداد حقيقي لصورة المسيح في كل أوقات حياتنا. فما ينفعش أبداً أن إنسان يقول أيوة أؤمن أنه جسد الرب ودمه وهدخل أتناول، وبعدين يخرج بره يصنع ما يشاء. هذه ليست حياة متصلة بالمسيح، إنما حياة منقسمة، والبيت الذي ينقسم على ذاته زي ما المسيح قال يخرب لا يثبت. إنما ثباتنا الحقيقي هو في المسيح نفسه. ففي المسيح وثباتنا فيه بننال كل البركات السماوية. البركات السماوية اللي ربنا بيديها لنا ان احنا بنبتدي نفهم ما قصد الله في حياتنا، ان هذا القصد الالهي موضوع لنا قبل تأسيس العالم. لقد اختارنا زي اختارك واختارك واختار كل بني آدم مننا هنا، اختارنا قبل تأسيس العالم. ليه؟ لنكون فيه مقدسين فيه. عشان انت مختار منذ الأزل وفي فكر الله منذ الأزل، علشان تثبت فيه وتكون مؤسس فيه ولك ميراث سماوي ولك حياة أبدية، أعطاك هذه النعمة الإلهية علشان يؤهلك ويثبتك علشان تنال هذا الميراث المعد لك قبل تأسيس العالم. تخيل ربنا يأسس لنا هذا السر علشان يثبتنا فيه ويساعدنا ان احنا نثبت فيه ويحملنا فيه علشان يدخلنا معه الى الملكوت، واللي اسسه لنا قبل تأسيس العالم واختارك انت قبل تأسيس العالم. واحنا كتير من الاوقات نسعى في هذه الحياة غير مكترسين بهذه النعمة العطية العظيمة اللي ربنا بيديها لنا. علشان كده خلي بالك عدم الاكتراس بأن لك حياة أبدية ثابتة فيه، أنت بتأكل جسده علشان تحيا بيه، وبالتالي بيثبتك فيه علشان تنال ميراثك الأبدي، لأنه بيعطيك هوية جديدة. هذه الهوية الجديدة هي أن لك طبيعة جديدة هي المسيح نفسه. فصورة المسيح، لأن جميعنا كل الأشياء بتعمل معانا للخير. ليه؟ للذين يحبون الرب. ليه؟ علشان تحقيق القصد الإلهي. وإيه القصد الإلهي في حياتنا؟ زي ما قال بولس الرسول أن نكون مشابهين لصورة ابنه. عشان كده حطلنا المثال، حطلنا العلامة، وحطلنا الثبات فيه، وحطلنا مفاعيل الحياة فيه، علشان ننال هذه النعمة المباركة أننا نحن نتغير جميعنا نتغير. ليه؟ علشان نكون على تلك الصورة اللي هي صورة المسيح. فأصبحت أنت اللي بتاخد جسد الرب ودمه وهو يثبت فيك، فأصبحت حياتك كلها عبارة عن إيه؟ حياتك كلها مستترة في المسيح. فاللي بيبان من بره إيه؟ هو المسيح. فإذا كان اللي باين بره هو أنت
ولا اللي باين بره هو المجتمع، ولا اللي باين للناس هو اهتماماتك الشخصية الاجتماعية النفسانية المالية، كل ده كلام يسقط. وبالتالي حينما يدخل إنسان في الحضرة الإلهية ويتقدم إلى جسد الرب ودمه وهو غير مكترث بالعطية العظمى التي أعطانا إياها، يكون غير مستحق لهذه العطية. وبالتالي يفحص الإنسان نفسه، هل وهو داخل يتناول هو يحفظ كلمة الله، يحيا حياة الفضيلة والبر، يحفظ حياة هي صورة المسيح نفسه. وإذا كان الإنسان بيفحص نفسه دائما يدخل في التوبة، فتكون حياته هي دائما توبة مستمرة. وبالتالي هنا بيسمع الصوت الفرح دايما مغفورة لك خطاياك، وبيغفر لينا. عشان كده في كل قداس بنصلي التسبيح التحليل ونقول مغفورة من أجل دم المسيح، من أجل استحقاقات دم المسيح بيتغفر لنا خطيتنا، وناخد هذا الجسد وهذا الدم علشان نسكت فيه. فأنت فيك علامة، علامة أساسية، علامة المسيح نفسه، أنك أصبحت مش لنفسك، بتأكل جسده ودمه، ويحل المسيح بالإيمان في قلوبكم علشان تكونوا متأصلين متأسسين في المحبة. علشان نفهم محبة المسيح فائقة المعرفة فتمتلئ إلى كل ملء الله. ليه؟ زي ما قال بولس، تمتلئ إلى كل ملء الله. هو إيه ده؟ إن إحنا بناخد جسده ودمه. إيه يعني تمتلئ إلى كل ملء الله؟ الله يسكن في حياتك كاملة، بتأكل جسده ودمه ويحل فيك بالإيمان، لأنك مؤمن أنه كل كلمة يقولها فاعلة فيك، وجسده اللي بنأكله ده هو امتداد لتجسده، فالمسيح يسكن فيك في حياتك كلها، وتمتلئ إلى كل ملء الله بفعل الروح القدوس اللي بيغير حياتك علشان يديك هوية جديدة، يديلك بنوة، يديلك طبيعة جديدة، يديلك إنسان جديد. هذا الإنسان الجديد يصلح لملكوت السماوات. فأنت الآن حينما تتقدم لجسد الرب ودمه تفحص نفسك وتقول أؤمن، وأؤمن بأنه هو جسد حقيقي ودم حقيقي، وأؤمن أن لي حياة أبدية، وأؤمن أنه أعطاني طبيعة جديدة، وأؤمن أنه هو حياتي، وأؤمن أن صورة المسيح، وأؤمن أن حياتي تكون مستقيمة بحسب كلمة الله، ولا يمكن أبدا أن أحيد عنها عشان أنا عندي علامة أساسية. هذه العلامة الأساسية هي أن المسيح يسكن فيك، يتحد بيك، ولأنك أنت إنسان طبيعي، إنسان طبيعي، ولكن حلول المسيح بالإيمان في قلبك بيديلك هذه النعمة والعطية لكي تمتلئ إلى كل ملء الله القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. فتبص تلاقيك حينما تدخل هذه الحضرة الإلهية وتأكل جسد الرب ودمه يطهرنا من كل خطية، يشيل من جواك شهوة العالم وشهوة العيون وتعظم المعيشة، وتبص يلاقي يرفع قلبك علشان تشوف الملكوت، قادر أن يعطيك السلطان على كل شهوة وكل خطية وكل تمرد وكل كبرياء وكل عجرفة وكل عدم غفران. تبص تلاقي المسيح الحال في داخل قلبك يطهرك، ينقيك، يقدسك، يبررك، يعطيك حياة فاضلة. علشان كده هي علامة أساسية، جميعنا مطالبين أن تكون لنا هذه العلامة، جميعنا مطالبين أن نأكل من جسد الرب ودمه لأنه هو حياتنا. ولكن لابد أن يكون لنا الاستعداد الداخلي
أننا نأخذ الخطوة الأساسية في حياتنا في إيماننا وحياتنا المستقيمة وإيماننا بهذه النعمة اللي ربنا بيديها لنا، والسلوك بحسب الروح والسلوك بحسب مبادئ المسيح، وتوبة دائمة كل يوم من أجل أنك أنت تستمتع بهذه العطية العظيمة. لكن اوعى تحرم نفسك منها وتقول أنا مش مستحق فأحرم نفسي منها، مش هدخل. طب وبعدين ما تاكلش وسر الحياة مش فيك، فتنتهي على ايه؟ ان من لا يأكل جسد الرب ودمه يحصل له ايه؟ ينشف. زي كده المسيح ما قال انا هو الكرمة وانتم الاغصان، الغصن ينشف وما بيبقالوش لازمة ويموت. سر الحياة يعمل فيك فلا تهمله. سر الحياة موضوع امامك بابا مفتوحا للملكوت فلا تهمله. حياتك الأبدية هي أساس حياتك فلا تهملها. علشان كده رسالة ربنا ليك النهاردة، تعالى كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، تعالى أؤمن ولا تكون غير مؤمن، تعالى وتؤمن وتستقيم حياتك وتتبدل وتتجدد وتأكل من ثمرة الحياة، تأكل من شجرة الحياة التي هو المسيح نفسه، وتأكل من هذا الجسد ومن هذا الدم الذي للمسيح إلهنا، فتحيا معه إلى الأبد، يعطيك حياة. ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ويبارك فيكم، ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد. أمين.